بعد سنوات ثلاثة من الفوضى الأمنية عاشتها مصر في الفترة الماضية، بات الاهتمام بضبط الشارع المصري على رأس أولويات الحكومة الحالية، ما دفع بها إلى إعادة عسكري الدرك إلى الحياة بعد اندثار دام أكثر من 60 عاما. عسكري الدرك ده زمان كان ليه شن ورنة على زي ما بيقولوا، كان متلاحم مع الشعب وكان فاهم في منطقة بمعرفة كلها وعارف محلاتها، والناس كانت بتأمنه، يعني كان أصحاب المحلات كان بيقفلوا المحلات ويروحوا يناموا وهم عارفين إنه في واحد بيلف على المحلات ويحرسها. ده شيء جميل جدا احنا ما متقبلينه لو حصل. وجود العسكري حتى في حد ذاته ده بيقلل كتير جدا من الجريمة. هو مجرد وجوده بيعمل هيبة للمكان، بحيث ان ما يبقاش في حد يجرؤ ان هو يعمل حاجه مش مظبوطه. هيبقى في امان في الشارع اكتر، هيحد من السرقات، هيخلي الناس ماشيه في امان. في ناس كتير دلوقتي ما بقتش تتاخر زي الاول على اساس بتخاف ان هي تمشي في الشوارع، لان طبعا في سرقه وفي بلطجه وفي حاجات كتير، فاعتقد ان دي هتحد من حاجات كتير جدا سيئه موجوده. يعني لو هيدي الناس امان في الشارع وكده، نوع من الرقابه الكويسه، يعني الرقابه دائما مطلوبه. كان بيمشي زمان بيمسك المنازل محل الافال الحاجات دي كلها، قبلك مر على الشارع كلها على الحواري. ما ينفعش النظام القديم يرجع تاني، المفروض يستحدثوا حاجه احسن. في دوريات تبقى قائمه، وبعدين الناس النهارده اصبحت متعلمه اكثر في مصر، فعارفه الصح من الخطا. يا ريت نحس بالامان تاني، يا ريت على الاقل لما بيكون في عسكري في ناس برضو بتخاف. على الاقل الواحده بتمشي بالليل تبقى مطمئنيه هي وعيالها. الاول طبعا ما كانش فيه استقرار خالص وكان فيه قلق وكده هوت، لان ما كانش فيه امان وما كانش فيه عسكري. اتمنى ذلك يرجع تاني لعوده الامن والامان في الشارع المصري. عوده عسكري الدرك الى الشارع المصري سيعيد الطمانينه الى نفوس المواطنين، خاصه مع وجود مستجدات في الشارع لم تكن موجوده قبل ثوره 30 من يونيو، تتمثل في محاوله بعض العناصر اثاره الشغب وخلق حاله من التوتر والقلق الامني لترويع الامنين. وربما يتوقف نجاح التجربه او فشلها على مدى التدريبات التي يحصل عليها عساكر الدرك. واضح ان في اجماع من المواطنين المصريين، الشارع المصري عايز الامن والامان يعود مره اخرى، وده متمثل في عوده عسكري الدرك. عسكري الدرك اللي احنا هنتكلم عنه النهارده موجود في مصر من زمان جدا، وفي الاونه الاخيره بقى يعني يتواجد شويه وما يتواجدش شويه، لحد طبعا ما حصلت ثوره 25 من يناير وحصل الانفلات الامني، وعرفنا زي ما شفنا في التقرير قيمة وجود عسكري الدرك في الشارع. خلينا نتكلم في الموضوع ده بالتفاصيل مع ضيفنا في الاستوديو سيادة المقدم أحمد رفعت الخبير الأمني. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. صباح الخير. في البداية كده سيادة المقدم عايزين نعرف إيه رأيك في آراء الناس، واضح إن في إجماع على إن هم عايزين العسكري يعود مرة أخرى. حضرتك شايف إن ده كان ممكن يكون موجود ساعة الانفلات الأمني اللي حصل والمشكلة أو الوقيعة اللي حصلت بين الداخلية وبين المواطنين؟ هو الأول جميل جدا إن كل آراء الناس ما هيش ضد عودة الأمن، حتى بالزبط. اللي معترض على عسكري الدرك معترض على صورته القديمة اللي راسخة في وجدان الناس، الصورة السيئة، العلاقة السيئة بين الشعب والشرطة في الوقت اللي كان فيه عسكري الدرك بيمثل الدولة التركية. هو ما اعترضش على العودة، هو اعترض على الشكل القديم اللي هو عسكري واقف لوحده كده، هو عايز دوريات او حاجة تكون بالزبط. فيها تكنولوجيا اكتر، يعني على اساس ان طبعا الناس زادت. احنا الوقت اللي كنا فيه زمان كنا 30 مليون دلوقتي احنا 90. أيوة. لا وهو لازم يتغير، وبالفعل وزارة الداخلية فعلا بدأت تحدث الفكرة. اقول لحضرتك الاول عسكري الدرك ده يعني موضوع ايه. عسكري الدرك يعني هي فكرة فرنسيه، فرنسا عملتها. تمام. فدي دول اوروبا مش متخلفين، يعني عشان نقول ان احنا بنعمل زيهم ده. بنقلد دوله محترمه بتحقق امن ومن الدول العاليه جدا في القانون بتاعها، القانون الفرنسي اللي احنا واخدين منه كتير هنا مع الشريعه الاسلاميه. يعني صحيح. عسكري الدرك بدا في مصر عن طريق الدوله التركيه. وكانوا معظمهم اتراك مش مصريين، كان ساعتها اللي بيحكم مصر شرطه وجيش اتراك معظمهم. أتراك. فكان راسخ عند الفلاح المصري البسيط والمواطن المصري البسيط ان هذا الشخص اللي بيمثل كيان الدوله في الوقت ده عسكري الدرك واحد منهم، فبيمثل ان ده الدوله التركيه المستعمره لمصر، الدوله الغير وطنيه. فمن هنا كان الناس دول بيحموا كيان الحكومه وكيان الحاكم الحاكم فقط بالظبط، مش كيان المواطن.
فرسخ عند الشعب المصري ان وجود العسكري في الشارع ما احناش عايزينه. طب يا فندم، هو كان في الخمسينات والاربعينات أيوة. موجود وكان على علاقه طيبه جدا بالمواطنين. بالظبط، بس كانش بيحمي الحكومه ولا حاجه. اتلغى الكلام ده في ثوره 52. عسكري الدرك في مصر اتلغى في ثوره 52. لان دايما الناس بتيجي عايزه حريات ومش عايزه قيود، والمواطن معظم المواطنين في مصر وفي دولة في العالم مش عايز أي حد يبص عليه ولا أي حد يقيد حريته، وإحنا مع كده ومفيش خلاف. لكن النهاردة بقى بعد 25 يناير تحديدا، وبعد الانفلات الأمني اللي عاش فيه مصر، وبعد تغير العلاقة بين الشعب والشرطة، يعني في وقت معين، في الوقت اللي حضرتك بتقولي فيه ده، في الأربعينات كان العسكري بيحقق أمن، وكان العسكري لو ماشي في الشارع لوحده الناس بتهيبه. النهارده لو الضابط ماشي في الشارع، لو لواء ماشي في الشارع، ما عادش حد بيهبه او ما عادش حد بيخاف منه. احنا بقى عايزين نقول ايه؟ ان طالما الامن حاليا دوره الاول والاساسي هو حمايه المواطن، يبقى لازم نعمل الكلام اللي يقربه من المواطن واللي حقق بالفعل الامن المواطن. بعد ثوره 25 يناير كان كل فكر السياسيين، وانضم ليهم طبعا الناس المندسين والمتآمرين على مصر، مش عايزين اي حاجه تمثل شكل الامن، وما كانش ده هو من مصلحتهم طبعا ان يحدثوا انفلات امني في أيوة في كل انحاء أيوة البلاد، وبالتالي يسهل على الخاين ان هو يسيطر. الله ينور عليكي. كان في ظاهره حريات، الظاهر العام للناس احنا عايزين حريات حريات حريات، لكن في باطنه سواد، في باطنه هو احداث فتنة بين الشعب والشرطة، هدم مؤسسة الدولة الأمنية في الداخل. تمام. وبعد كده المرحلة الثانية بقى تحديث الكلام ده بالميليشيات المسلحة بتاعتهم، وكانت دي الكوارث زي ما حصل في أسيوط، ان هم لما حاولوا يحطوا ناس مسلحين بحجة ان هم لا يأمنوا البلد. هتأمنوا البلد ازاي وفي مديرية أمن وفي محافظة وفي كيان دولي مؤسس؟ لا، هم كانوا عايزين يلغوا ده بقى، ويبقى أيوة. أيوة بالظبط. الشكل العام ان احنا عندنا ميليشيات بس ما فيش اي مؤسسة، يعني المؤسسة التي تحترم خلاص عايزين يلغوها ويخلوا فيه ميليشيات. بالظبط. بس يا فندم، يعني بمناسبة ان حضرتك اتكلمت على الناس اللي ما كانتش عايزة مصلحة البلد وعايزة يعني ان يكون في انفلات أمني يسود البلاد، حضرتك كنت في مجلس الشعب الإخواني. تمام. قدمت فكرة عودة عسكري الدرك ورفضت. أنا عايز أعرف قدمتها لمين ورفضت ليه، وعايز أعرف إيه الكواليس اللي حصلت. تمام. أنا قدمتها في لجنة الدفاع والأمن القومي، أنا كنت عضو في لجنتين، لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان. تمام. قدمتها فعلا رئيس اللجنة، والراجل كان اللي هو عبد الباسم خيمر، وهو راجل كويس وراجل وطني، ولكن مش كل القرار لازم يكون بإجماع آراء مجلس الشعب الاعضاء اللجنه يعني. وده كلام كويس برضه حضرتك فتحتيه عشان نقول للناس ان في الانتخابات اللي جايه ينتقوا الناس جدا حسب وطنيتهم، وما يديش صوته لاي حد وما يبيعش صوته لاي حد، لان النهارده ده بيعود علينا في تنفيذ قانون وفي اداره شؤون الدوله وفي مراقبه الحكومه، في كوارث. الشخص اللي انا بنتخبه ده لو ما كانش على قدر الوطنيه والمسؤوليه تجاه البلد وتجاه المواطن المصري وتجاه مصر وترابها، هيضيع الدنيا. يعني مشروع عسكري الدرك اللي بيتنفذ النهارده، وده فضل ربنا عليا وشرف كبير جدا، وبشكر عليه وزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم طبعا، وقبله سياده اللواء احمد جمال، وقبلهم اللواء محمد ابراهيم يوسف، لان انا قدمته شخصيا للواء محمد ابراهيم يوسف. طبعا. لما اترفض في لجنه الدفاع والامن القومي. اترفض ليه بقى؟ اترفض ليه؟ كان كل العديد من النواب معظمهم من جماعه الاخوان والسلفيين، وفي الوقت ده رفضوا تواجد اي امن في الشارع، وقالوا ان ده بيعيد الدوله البوليسيه وان ده بيحط قيود على الناس، في حين ان المقصود من عسكري الدرك بالمشروع اللي انا كنت عامله كمان، يعني هي الحجه كانت ان ده عوده للدوله البوليسيه. بالظبط. طيب كل فكره امن يقول لك انت عايز ترجع الدوله البوليسيه، انت راجل ضابط شرطه سابق عايز تعيد الدوله البوليسيه. يا جماعه انا عايز اعيد امن لاولادنا لناسنا لاهالينا، وكمان طب وانا هخاف من العسكري ليه؟ لو انا يعني لو انا مواطن صالح، او ما بعملش حاجه غلط، او مش ببلطج على الناس، او ما بسرقش شنط الناس وامشي، او ما أيوة يعني هيخاف أيوة ليه؟ طب ما دي مالهاش علاقه بالحريه يا فندم. الحريه ان الواحد يمشي في الشارع في امان، مش انه يمشي بالزبط في الشارع. انت حر فيما لا تضر. انت حر بالزبط ما لم تضر. بالظبط كده. بالعكس كمان المشروع انا كنت مقدم فيه بعالج فيه العلاقه النفسيه بين الـ يعني الـ او العلاقه النفسيه السيئه اللي نشبت بين الشعب والشرطه بناء على الفتن اللي عملوها جماعه الاخوان الارهابيه. فقلنا ان حتى عسكري الدرك، وده بناشد بيه وزير الداخليه محمد ابراهيم، واحنا موجودين دلوقتي سياده الله محمد ابراهيم، ان هو في الاقاليم بقى، يعني احنا لما جينا النهارده ننفذ القانون تمام، اتنفذ في اماكن راقيه، وده كلام سليم وده فكر محترم جدا انا بايد سيادته فيه. هو ابتدى يتنفذ في الزمالك وقصر النيل وجاردن سيتي، وهو اللي هو احمد جمال عمل التجربه في الدقي.
وفي الدقي ونجحت، كانت اول تجربه في الدقي كنت سعيد جدا بيها، لان انا اول ما دلوقتي هي في جاردن سيتي والزمالك ما هو بدات تنتشر، وان شاء الله هتعم القاهره الكبرى وباذن الله هتبقى في الاقاليم. طيب انا كنت مقدم في المشروع، وده كنت بستغرب من حجه يعني رفضه في لجنه الدفاع والامن القومي او اهماله، هو ما اترفضش، هو اهمل يعني اتحط في الدرج وخلاص. عشان كده انا خدت نفس المشروع وتوجهت لوزاره الداخليه وقدمته للواء محمد ابراهيم يوسف، وبعد كده عرفت ان اللواء احمد جمال الدين بدا ينفذ المشروع بالفكره دي كويس في الدقي. عشان من ضمن الحاجات اللي ما كانش يترفض عليها المشروع والحاجات اللي بناشد بيها عشان نعمله في الاقاليم، شفتي فكره تنفيذه بدات في الاحياء الراقيه ليه؟ لان الاحياء دي مستوى الفكر فيها اعلى، مستوى الجريمه اقل، مش هيبقى في احتكاك بين المواطن وبين الفرد، بالعكس هيبقى في سعاده وترحيب بيه. لكن لو جينا نطبقه بقى فين؟ في الاقاليم وفي الاحياء الشعبيه اللي فيها اصلا مجرمين وتجار مخدرات وتجار سلاح وبلطجيه مش عايزين تواجد الامن. يعني مش عايز اقول اسامي معينه، بس اقول زي الطلبيه زمان مثلا. عشان تحط فيها عسكري درجة ده، انت راجل او دوريه بالصوره ديت محتاج تدريب معين، وانا شايف ان هم بيضربوا بطريقه كويسه جدا، محتاج تجمعات، مش عسكري واحد مش بصفاره، محتاج اكتر من مجموعه، وهم فعلا طبقوها كده ان بقى في فرد امين شرطه من النظام وامين شرطه من المباحث وثلاثه مجندين بيتحركهم معهم على الاقل مؤهل متوسط. تمام. علشان اعمل ده بقى في الاقاليم وفي الاحياء ديت، انا كنت مقدم ضمن المشروع ان يكون افراد الدوريه ديت من المنطقه نفسها. طب ليه من المنطقه؟ اولا عشان ابعد الفتنه وان دول هيئه النظام وان دول كيان الدوله وكيان الحكومه، لا ده دول ولادنا احنا جايين عشان يحمونا. احساس العسكري نفسه عسكري الدرك ان هو بيامن اهله، بيحمي منطقته بالظبط، فهو هيبقى احساسه عالي وهيستميت علشان كده. الحاجه الثانيه انا بقوي ظهره وبسنده ان اهله عارفين ان ابنهم اللي بيحميهم، فمش هيتعارضوا معاه ولا هيهاجموه ولا هيعتدوا عليه، هيبقى عارف ان العسكري ده ابنه وابن اخوه وابن عمه، هيبقى في صله متواصله بين الطرفين ما بين المواطن وبين عسكري الدرك. طيب حضرتك قلت ان في اماكن كتيره جدا موجوده، يعني مش فقط الاحياء الشعبيه والاقاليم، لكن في كتير جدا اماكن دلوقتي فيها بلطجيه. تمام. طبعا يعني هم قالوا كتير عن السنتين اللي فات الحمد لله، بس لسه متواجدين ولسه احنا ما كناش متعودين على وجودهم في الشارع. تمام. لو كلمنا في كمان التقرير عن موضوع التدريبات. تمام. وان لازم دول يكونوا مؤهلين، وان العسكري او الامين اللي واقف لازم يكون مؤهل. ليه بقى؟ لان دلوقتي في اسلحه، وفي دلوقتي البلطجي والعيل الصغير اللي ماشي في الشارع معاه سلاح. بالزبط. فازاي بيتم تدريبهم؟ وحضرتك حاطط خطه ازاي لتدريب عسكري الدرك الجديد؟ هو الوزاره نفذت حاجه جميله قوي. اولا خلوا التدريب في الاداره العامه لتدريب قوات الامن. والإدارة ديت ماسكها لواء محترم بنثق فيه كلنا، وأستاذنا الفاضل يعني، ومعاه ضباط على درجة عالية من الكفاءة في التدريب. منهم ناس أبطال مصر في الرماية، يعني منهم أبطال مصر في الرماية، عمرو الليسي المقدم، عمرو الليسي ده راجل دفعتي وحبيبي، وكان بطل مصر في الرماية، احنا كنا بنلعب مع بعض في بطولة الرماية في الداخلية، كان دايما هو الأول بتاعنا يعني. فالناس دي أنا بثق فيهم كشخصيا، كأحمد رفعت، كنائب أحمد رفعت، كظابط أحمد رفعت، بثق في مستوى تدريبهم ومستوى أدائهم الأمني العالي. تمام. الجميل بقى كان ممكن وزير الداخلية يعني يوجه تدريب هؤلاء المجندين في الإدارات الفرعية لقوات الأمن، لكن إصداره قرار بأن التدريب يكون في الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. تمام. اللي هي الإدارة الأولى على مستوى التدريب في الجمهورية، يبقى ده كلام جميل جدا، بيقول الناس اللي هيتعاملوا مع الشارع بدربهم في أعلى مكان بيدرب فيه الأفراد. تمام. دي حاجة. الحاجة الثانية التسليح، الراجل ان هو اختيار المجند نفسه عسكري الدرك مؤهل متوسط، فده كلام كويس، راجل الى حد ما متعلم وبيفهم، ما هوش امي. التسليح بتاعه تسليح طبنجه، وده كلام متطور بقى مع الجريمه، مش هسلحه بس بصفاره ولا بعصايه ولا كده، ما ينفعش في الوقت ده اللي فيه البلطجيه. التدريب بقى مع كيان الدوريه اللي هو عملوه مع التنظيم في العمل، هيخلي القوه ديت صعب التعدي عليها من جهه من اتجاه البلطجيه والمجرمين. لان لو عسكري لوحده زي زمان ما اصبحش له الهبه اللي كانت عندنا،
كنا زمان لما نشوف عسكري الشرطه خلاص احنا عرفنا ان في امن. يا فندم وهو كان في يعني دي راجعه لعده نقاط او يعني طبعا غير اختلاف الاوان بشكل كبير جدا ووضع تمام. يعني في فجوه زمنيه كبيره أيوه. في عدد كان دلوقتي زياده في زي ما قلت لحضرتك اسلحه بس انا عايز اعرف شكل الافراد اللي هيقفوا دول هيبقوا عاملين ازاي هينتشروا بسرعه شكلها قد ايه هيقدروا يمنعوا جريمه زي مثلا خطف الموبايلات ولا خطف الشنط أيوه. أيوه. هيقدروا يمنعوا جريمه زي سرقه عربيه يعني أيوه. حاجات اللي هي بنشوفها كل يوم في الشارع تمام. هو كلمه درك لما قال ان احنا هنسميه او المشروع لما كنت مقدمه عسكري الدرك الدرك ده هي معناها منطقه معينه فطالما العسكري ده اسمه عسكري درك هو مسؤول عن هذا الدرك في تامينه بكافه صوره تامينه بان العربيات ما تسرقش تامينه ان الشقق والبيوت ما تسرقش تامينه ان ما يقعدش حد يعني في قضايا التحرش مثلا يعكس اللي راحه واللي جاي في كل الجريمه بصورها ده مسؤوليته في الدرك ده انه يمنعها وعشان كده يعني انا ببسطت في التشكيل اللي اتعمل بان هو ما عملش بس عسكري واحد ده عمل ثلاث مجندين ومعهم فردين قدام في الخبره في البحث وفي النظام يعني خمسه في المنطقه خمسه بالظبط في كل منطقه خمسه بالظبط بالظبط وهيبقى زي دوريه مترجله يعني انا شفت الراجل اللي كان بيعرض بيقول احنا مش عايزين عسكري درك احنا عايزين دوريات وعايزين كده لما يبقى هم خمسه بيتحركوا في مكان واحد هيقدروا يدافعوا عن نفسهم هيقدروا يدافعوا عن المواطن مش هيبقى في تجاوزات لان لو واحد بس ممكن نتهمه بالرشوه نتهمه بالتواطؤ على تاجر مخدرات معين على مجرم معين لا لكن في العدد الكبير ده مش هيبقى فيه اي تواطؤ مع اي مجرم حتى لو المجند ده يعني جه في دماغه انه يعمل علاقه مع حد مش هيبقى كده لان هو هيتبدل مكانه وهيتابع من قبل الناس اللي معاه فهيأدي امنه بصوره جيده الحاجه المهمه جدا ان انا عايز اقول للمواطن بقى احساسك النهارده ان الداخليه وزاره الداخليه بتحط لك ناس بتخاطر بيهم وبحياتهم وبتعرضهم للقتل في اي وقت في زوره الحرب مع الارهاب اللي احنا فيها وناس مستهدفه وبدات هي تحطهم هل انا المواطن بقى ابص للناس دي ازاي مش الناس دي على الاقل لازم احترمهم عشان هم كمان يحترموني عشان يأدوا لي عمل انا كده محتاجه كمان تعاون شديد جدا من اهالي المنطقه نفسهم أيوة. سواء الاهالي دول سكان او اصحاب محلات او ناس بتشتغل في محلات او حتى ناس معديه في الشارع بالظبط تمام يعني هو مطلوب مستوى تدريب عالي وانا بثق في الجهه اللي بتضرب يعني ده دي شهاده بقولها لربنا قبل اي حاجه وللشعب المصري تمام الحاجه الثانيه بقى قصاد هذا التدريب والمجهود اللي يبذل في التدريب والمجهود اللي هيبذل في العمل يعني احنا مش عايزين من الناس اكتر من التقدير المعنوي ان هم بس يحترموهم ما يزقهمش عشان الفكره تنجح وعشان تستمر وبعدين اذا كانت التجربه في اماكن راقيه اكيد لما تتعمل في اماكن وفي العشوائيات وده المهم بقى المطلوب فيها يعني هو مش المطلوب ان عسكري الدرك يكون في اماكن الجريمه فيها تكاد تكون قليله او معدومه انا عايز عسكري الدرك يكون في اماكن الجريمه وفي البؤر الاجراميه اللي نمنع بيها وجود الجريمه بالظبط احنا محتاجين له اكتر في العشوائيات أيوة محتاجين بالزبط. له اكتر كمان في المحافظات ايوه مش بس في يعني في القاهره والجيزه فاذا كانت الفكره دي لسه نابعه النهارده عشان تطبق وان شاء الله تطبق على مستوى الجمهوريه محتاجين من الشعب المصري ومن المواطن المصري المحترم انه يساندها وهو العسكري والدوريه ديت مش هتحتاج باي حد مش منوط بيها في العمل ان هي تمشي تقول لحد هات بطاقتك ولا هات كذا ولا خالص دي ناس مسؤوليتها الاولى والاخيره تامين المنشات وتامين الممتلكات والارواح يعني راجل متعين كأن جايب حرس خاص الدولة مش يعني العسكري او الافراد اللي هيقفوا في المنطقه تحت هذا المسمى تمام. هيكون مش مهمتهم خالص ان هم يراقبونا أيوة. واحنا ماشيين في الشارع أيوة. وبرده تاني باكد اللي هيقلق او هيخاف اكيد بيعمل حاجه غلط مش ممكن هيبقى واحد عايز يمشي في الشارع امن او ماشي باولاده او بنت ماشيه في الشارع لوحدها وتبقى متضايقه ان في عسكري واقف يعني ايوه بالظبط طيب هسأل حضرتك سؤال تاني يعني مثلا منطقه كبيره خلينا نقول مثلا زي الدقي زي المهندسين زي حتى لو اتكلمنا عن مناطق اخرى لو منطقه كبيره جدا حضرتك بتقول لي ان دول الخمس افراد دول هيكونوا متواجدين مع بعض تمام لو حصلت جريمه في مكان بعيد هيستدعي ان الافراد يكونوا يروحوا بسرعه يتحركوا تمام. بسرعه تمام. طب هيعملوا ايه والدنيا زحمه ما احنا المفروض مش بقول حضرتك واقع انا قلت لحضرتك الدرك هو منطقه معينه مسؤول عن تامينها المنطقه ديت مش معناها ان الدقي كلها او الزمالك كلها فيها الخمسه لا ده الدرك ده المفروض ان المنطقه اللي يقدر هو مترجل يسيطر عليها امنيا ويحقق للناس امن من على مستوى النظر مثلا
تحت متابعة عينه، يعني مش طب كده كل منطقة هيكون كل شارع هيبقى فيه كل شارع كده. هيبقى فيه خمس أفراد بالظبط، كل شارع هيبقى فيه كده. طب ده يا فندم مش عبء على داخلية؟ ما احنا قلنا بقى ايه، طبعا هو عبء، عبء لا خلاف عليه، وعبء عبء على الدولة كمان، عبء مادي، بس هم عملوا حاجة جميلة قوي. تمام. يعني انا لما قدمت المشروع كنت بحاول ايه اوفر للدولة فلوس واحقق وظايف لشبابنا عشان نقضي على البطاله، يعني لان دي من الحاجات برضو اللي بتدي للجريمه اصلا. تمام. فقلنا ان احنا نستبدل قوات الامن بناس تشتغل من المواطنين. هم عملوا فكره انا موافق عليها برضو. ايه هي؟ إيه؟ هم جابوا عساكر من قوات الامن، بس انا كنت برفض عسكري قوات الامن. ليه؟ لان عسكري قوات الامن المعتاد راجل عاده ما اتعلمش، راجل امي. فما ينفعش الامي ده احطه في ما بين المواطنين، يعني هيبقى حتى احتكاكه بالناس غلط. مش هيعرف يتعامل مع الناس. بالظبط يعني. بالظبط، مش هيعرف يتعامل، هيهيب الموقف، لو اتصرف هيتصرف تصرفات برضو الى حد ما هيبقى فيه احتكاك كبير. عشان كده احنا قلنا ايه، لازم عسكري الدرك يكون راجل على الاقل مؤهل متوسط. فالداخليه استبدلت ده بانها جابت مجندين خدتهم من القوات المسلحه مؤهل متوسط، هي نفس الموضوع، وودوهم لحمايه الدركات او حمايه الشوارع يعني. تمام. الجميل في الموضوع ان المجند اصلا كده كده تكلفته على الدولة معروفة، فهو مش بمرتب، ده هو بيقضي خدمة عسكرية وهيخلص بعد 3 سنين ويمشي، ويجي غيره بعد 3 سنين ويمشي. بيأدي الخدمة العسكرية بتاعته. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. فهو كان المؤهلات الوسطى دي معظمها بيقضي الخدمة العسكرية في القوات المسلحة. طيب دي كده يعني ده كده ما يبقاش عبء قوي، وفي نفس الوقت بيبقى المجند بيأدي الخدمة العسكرية بتاعته في مكان كويس وبيعمل حاجة مفيدة. يقول لنا حاجة بقى، يقول لنا دلوقتي مدى تعاون القوات المسلحة في الأمن الداخلي. لما رئيس الجمهورية بيكون راجل متناغم مع أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة، أكيد بيفعل ده في صور جميلة للتطور والفكر الجديد أمنيا. تمام. داخليا وخارجيا. فكون إن هو القوات المسلحة تقدم دفع من المجندين اللي هم بيقضوا خدمتهم العسكرية مؤهلات متوسطة، ده كلام جميل. الشرطة ما كانتش بتشوفها أصلا، كان الشرطة دايما بتاخد العسكري اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، وبعدين بدأت تدعم بعدد بسيط بس. لكن في ظروف بقى العسكري الدرك والكده والأمن الداخلي، هيضطر العمل ده ان هو يحتاج عدد اكبر من المجندين. وانا شايف ان شاء الله القوات المسلحة مش هتبخل علينا بيه، لان ده الأمن الداخلي زي الخارجي في مصر، وان شاء الله تكون حاجه كويسه للمواطن يحسها ويحس بفرق في التعامل مع الجندي او المجند اللي هو دايما شايفه ماسك الدرع والعصايه وبيضرب في المظاهرات. مش هيبقى فيه الكلام ده النهارده، هو نفسه مجند ماسك سلاح ومدرب وبيفهم وبيحمي. بس فكره سياده المقدم، يعني فكره ان فرد الامن ماسك الدرع والعصايه وبيضرب في المتظاهرين، اعتقد ان وضح الموضوع يعني. أيوة. اعتقد ان الموضوع أيوة. واضح ان هو ما كانش بيضرب في المتظاهرين، كان بيتضرب يعني. في المحاكمات الاخيره وضح وظهر الراجل كان بيتضرب ويبلعوه هدومه وكان واقف يحمي بس، لكن الحمد لله هو ربنا دايما حامي مصر يعني، وكشف المؤامره عليه. طيب المؤامره لسه موجوده سياده المقدم، ومش من الخارج فقط ولكن من الداخل. اي نقول لسه في عناصر مش من مصلحتها عوده الامن للشارع المصري. احنا هنتكلم دلوقتي محليا. تمام. مش من مصلحه العناصر دي او الناس دي ان هي الامن يعود مره اخرى، فاكيد هيطلع ناس بعد شويه لما يظهروا الافراد دول. يعني انا بتوقع، يعني بحاول ان انا اتوقع ممكن الاعتراضات تكون عامله ازاي. اولا موضوع السلاح، هيقول لك ده معاه سلاح. تمام. من امتى والعسكري اللي ماشي في الشارع معاه سلاح وده كده خطر وده كده مش عارف ايه والسلاح ايه يعني هيطلع اكيد ناس هيعترضوا على موضوع السلاح ده، هنرد ازاي؟ الاعلام بقى، الاعلام عليه صوره عاليه جدا في كشف الحقائق وفي دعم الامن او هدمه. يعني احنا شفنا قنوات زي قناه الجزيره مثلا في المؤامره اللي كانت عاملاها على مصر، كانت دايما بتسلط ضوء على حاجات ومش مظبوطه وتبدا تفجر بيها وتبدا تعمل اشاعات والناس بتصدق. للاسف الناس بتشوف التلفزيون بيقولوا خلاص دي الحقيقه. فواجب على الاعلام ان هو ينهض الحاجات ديت، وزي ما هيبقى في كلام سيء على الفكره دي لازم يكون في اعلام محترم زي حضرتك وزي القناه المحترمه هنا النهارده بتتكلم في فكره امن، مع ان الحريات بتقول لا ولا ومش عايزين تواجد امني ومش عايزين تضييق حريات، بس في فكر محترم وطني بيقول ان احنا لازم نامن المواطن. العسكري ده اللي شال سلاح هيرفعه على مين؟ عليا وعليك؟ ده هيرفعه ليا وليكي، هيرفعه على المظلوم او مع المظلوم على الظالم. لما يبقى النهارده في وجود العسكري يعني في مشاجره حصلت،
حتى بين اتنين مواطنين محترمين، بين اتنين بياعين في الشارع، لو مشاجرة حصلت والناس دي موجودة هتلحق المشاجرة في أولها، مش هيكون فيها خطر كبير، مش ومش هنضطر نستخدم السلاح. أيوة، مش هيكون فيه عصابات كتير. السلاح ده محطوط بس أو هو استلم وتدرب عليه علشان الأمن الشخصي والدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس ده القانون عمله مش للنفس بس، ده للنفس وللغير. والعسكري ده والضابط ده نزل عشان يدافع عن المواطن قبل نفسه. فأنا النهاردة فقد شيء لا يعطيه، أحط راجل أعزل في الشارع عشان بس اللي هيقولك إنه معاه سلاح يعني، وأقول له أقف وسط إرهاب، طب ما هو هيعدي موتوسيكل عليه سلاح هيضربهم يموتهم. ده الفكرة من إن هم يبقوا مجموعة مع بعض عشان لو حصل تعدي عليهم إرهابي، لأن هو راجل صيد سهل للأمن في الشارع. النهاردة الداخلية هي في خصومة ثابتة مع الإرهاب ودائمة طبع. الخصومة الدائمة دي أحط له أنا واحد أعزل في الشارع وأقول له أحصد روحه، على الاقل لازم يكون معاه سلاح. يعني انا مش معقول هقدمه كده بالظبط، هقدمه قربان للارهاب. فانا النهارده عشان احط واحد ده هو نفسه في نفس الوقت هو معاه سلاح خطر، لان حتى الطبنجه اللي معاه ما هي زي البندقيه الالي، ما هي زي القنبله، ما هي زي الراجل اللي بيفجر نفسه وينتحر عشان يحصدهم. بس الفكره برضو جيده ان هو اتحط اكتر من شخص، بحيث حتى لو واحد اتصاب او استشهد يقدر زميله يتعامل، يقدر زميله يدافع عنه، وده اكيد هيبقى يعني وارد جدا انه يحصل، لكن هو ده قدر الامن يعني في كل دول العالم. انا بقول لحضرتك علشان كده يعني الافراد موجودين عشان يمنعوا اللي احنا خايفين منه، اللي هو بالزبط. حرب الشوارع، اللي هو الدم اللي أيوة. احنا بنشوفه في الشارع كل شويه، اللي هو اتنين بيتخانقوا مع بعض دلوقتي كل واحد بيطلع من جيبه سكينه. ايوه، مش المفروض ان احنا نمشي بسلاح؟ احنا مش مطلوب مننا كمواطنين ان انا امشي بسكينه ولا امشي بمسدس؟ ازاي بالظبط؟ ده اذا لجأ المواطن انه يشيل سلاح فهو احساسه بعجز الامن انه يحقق له الامن ده. طب اذا انا النهارده نزلت تحت بيتك ولقيتي فيه امن موجود، هتبقي ماشيه مش مطمن على نفسك وعلى اولادك. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك، لو حصل مشكله في بدايتها هتتلحق، وممكن المشاجره دي يعني توصل لضرب افضل الى موت، وما يكونوش الاثنين عايزين يموتوا بعض بالظبط. لو تدخل الناس دول بسرعه ولحقوا الناس دي وهي بتتخانق في بدايه الشجار، هيبقى حافظ عليه نفسه اللي بيتخانق. ما بالك بقى انا عايز اقول ان الناس دول نازلين للمواطن مش عليه، نازلين لأمن المواطن، بيضحوا بأرواحهم عشان خاطرنا احنا. ما جيش انا بقى واقول انت شايل سلاح ليه تدافع بيه عني، هو مش شايل سلاح عليا هو او ضدي، ده شايل سلاح يدافع بيه عني، يعني بدل ما حضرتك تشيل سلاح هو اللي شايل السلاح نيابة عنك. بالظبط، هو اللي عارف يستخدم السلاح ده امتى، عارف عنده فكره عن ضبط النفس، ما أيوة. ما يتهورش في استخدام السلاح زي ما الناس او الشباب اللي بيبقى معاهم سلاح وبيتهوروا فيه، وقواعد استخدامه هذا السلاح. دي النقطتين اللي احنا كنا عايزين نوضحهم، موضوع المراقبه وموضوع السلاح. ان يا جماعه قبل بس ما نشوف عسكري الدرك منتشر في شوارع مصر وشوارع جمهوريه مصر العربيه، هذا الرجل او هذه المجموعه مش موجوده ابدا علشان تراقبنا، هي موجوده علشان تحمينا. والحاجه الثانيه، السلاح مش هيستخدم ضدنا، هو هيستخدم معانا، كان بالظبط زي ما سياده المقدم قال، احنا اللي معانا هذا السلاح بالظبط. في النهايه سياده المقدم يعني مش هقول لك طبعا، قدم نصيحه للافراد، يعني هم طبعا يعني مشكورين ان هم هيؤدوا هذه الخدمه، وهي خدمه طبعا غير ان احنا بنشكرهم عليها، هي واجبه عليهم لان هم بيحموا ارضهم وبيحموا بلدهم. النصيحه تجاه المواطن المصري في الفتره اللي جايه، خصوصا ان احنا ان شاء الله هنشهد بعد كده اكيد محاولات يعني ان هي تبوظ هذا المشروع، وكمان يعني هنشهد ايضا محاولات للوقيعه مره اخرى. طيب والله هقول لحضرتك برضه على حاجه، هو بالنسبه للافراد هقول لهم ان المعامله الطيبه مع المواطن هتخلي المواطن يحبك ويعاملك كويس. احنا تعودنا ضبط النفس دايما، حتى لو واحد تجاوز علينا باللفظ احنا لازم نستحمل، لان احنا اكبر من كده، احنا مش في خصومه مع المواطن، احنا ناس نزلنا عشان نضحي بارواحنا عشان تراب الارض ديت وعشان امن المواطن ده، والامن ده سلعه غاليه جدا. اذا جات على اننا نستحمل احتكاك او نستحمل اهانات، ده كله شيء ما زعلناش. انا راجل نزلت عشان احقق خدمه وطنيه بتوصل للشهاده، مش بس ان انا اتشتم ولا اتهان ولا الكلام الصغير. الحاجه الثانيه، وانا واثق ان شاء الله ان يعني اداره التدريب هتبقى هي اولى بالموضوع ده على طول. للمواطن بقى للمواطن، عايز اقول له ان الراجل اللي نزل ده ابنك واخوك، وما هواش راجل تركي ولا راجل فرنسي، مش عسكري الدرك بتاع العثمانيين هو اللي جاي، ولا نازل يحمي النظام، النظام مش محتاج حد يحميه، النظام النهارده منتخب من المواطنين، المواطن اللي جابه بالصندوق والمواطن اللي يقدر يشيله بالصندوق. والراجل ده فقط
راجل بيقضي خدمته العسكرية، ابني وابنك واخويا واخوك، جاي من بلده ومن قريته وسايب عيلته كلها وسايب شغله علشان يحقق لك امن في المنطقة ديت، يبقى واجب علينا ان احنا نعامله كويس، واحنا مش محتاجين اكتر من اننا نقول له متشكرين ولو بابتسامة كويسة. لو احتاجنا نقف جنبه، واجب علينا النهاردة ان لو حصل تعدي على هذا الفرد بقى، يعني جميل قوي ان احنا بنشوف في مناطق كتير زي ما كانت في كنيسة في اكتوبر اتضربت والاهالي هم اللي مسكوا اللي ضرب الناس. انا مش هقول للمواطن حارب، لكن هقول له على الاقل ارفع معنويات الراجل اللي بيحرسك، تعاون معاه بالظبط علشان يقدر هو يدي لك اعلى درجة من الامن. انا لو جايب حرس شخصي او غفير بدفع له فلوس من جيبي علشان يحميني، انا ههتم بيه وهراعيه وهعالجه نفسيا، او يعني هعطف عليه نفسيا. احنا مش عايزين حد يعطف على الناس دول، لكن عايزين يتقبلوا عملهم بس، ويحسوا ان الناس دول منهم وجايين يحموهم، مش اكتر من كده. تمام. وهي ارضك زي ما هي ارضه، هي كرامتك زي ما هي كرامته. الشارع انت اللي عايش فيه وهو هيتغير، فلازم تحمي الشارع، لازم تحمي المنطقة اللي انت فيها. بس زي ما سيادة المقدم قال، بمجرد ان انت تتعاون مع عسكري قدرك وتعامله كويس. انا في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا على توضيح هذا المشروع، وبنتمنى ان شاء الله التوفيق، وان شاء الله يفعل بأسرع وقت ممكن، لان احنا محتاجين ان الامن يعود مستتب كما كانت مصر بلد الامن والامان. بشكر حضرتك على الحلقة الجميلة ديت، وعلى وطنيتك الجميلة ووطنية القناة، يعني ربنا يبارك فيكم. شكرا لك. شكرا جزيلا سيادة المقدم أحمد رفعت الخبير الأمني. شكرا. مشاهدينا بعد الفاصل الجزء الثاني من أحوال الناس واستمرار أزمة انقطاع المياه في جمهورية مصر العربية، ابقوا معنا.